مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في ساحه الأبرقة. يسعدنا في هذه الحلقه ان نرحب باحد الاخوه ملاك الهجن وملاك الابل الاصايل، واحد الاخوه المشهورين في تنظيم المزاينات، راشد بن ناصر بن دغام النعيمي. مرحبا بك راشد، وحياك الله معنا في موقع الأبرقة. الله يرحبك على فضله اخوي ابو بريك، وبيض الله وجهك ووجه موقع الأبرقة، واخوي الدكتور عبد الله بن مطر من ضابط الدوسري اللي استضافنا اليوم في مجلسه. نعم ابو ناصر، حدثنا عن المزاين اللي انت مسويه ان شاء الله في تاريخ 29 سبتمبر. اخوي هذا المزاين سويناه خاص بالعمانيات الاصايل، وهو عباره عن فئتين، فئه المفرد وفئه الحقائق، واشواط يعني تحدي ومفتوح وشوط قعدان، ونفس الترتيب بعد حق سن الحقائق. نعم، في السنه الماضيه قمت في نفس الموعد او تقريبا حوله المزاين، بعد حدثنا عن المزاين السنه اللي طافت تجربتكم. اي نعم طويل العمر، العام احنا غمناها كان حق التلايد وفئه الشرايا، وكان بس في الفئه سن المفرد بس، والسنه فزدنا فيه سن اللي هو سن الحقائق. متأملين من الله ان شاء الله مع قدوم السنين القادمه ان نوسع المخرجات. بناصر، حدثنا عن الدعم في العام الماضي والدعم في السنه، تعتمدون على ايش؟ هل فيه يجيكم دعم من الاخوان الملاك من جهه ما؟ والله طويل العمر احنا العام يعني غمنا به بصفه شخصيه، ولا انسى يعني اخوي سعد بن نهار النعيمي ما قصر، يعني كان له الدعم الكبير في نجاح المهرجان. اي نعم طبعا. كيف شفت الاقبال في العام الماضي على المزاين؟ والله طويل العمر كانت الاعداد الحمد لله يعني تعدت 200 خابط اللي شاركت، يعني من جميع الفئات، هي فئه التلاد او فئه القعدان او فئه التحدي او فئه الشرايا، فكانت يعني تفوق 200 خابط. راشد، حدثنا على اساس المشاهدين الأبرقة ومحبين الاصايل والمزاينات يعرفون وين مكان المزاين بس. طويل العمر المزاين هو في روضه الشميم، في منطقه روضه الشميم غرب من روضه راشد. نعم. ذكرت ان الاعداد كانت العام الماضي 200 مطية، كم عدد الاشواط؟ ايش الجوائز؟ ايش حدثنا عن هذه الامور؟ الاشواط يعني تحدثنا بالتفصيل. الاشواط العام الماضي كانت عباره عن اشده و يعني ذهبيه ودلال ذهبيه، وكانت عباره عن نقديه، جوائز نقديه، وفي الزمان هذا ان شاء الله ان بنفعله انه بيكون رموز، وبيكون المراكز الاولى كلها دراجات، وجميع المراكز الاخرى بتكون نقديه. زين، راشد بن ناصر احد الشباب المميزين والمبدعين في هذا المجال، ما قصرت، ولكن كيف شفت المشاركات؟ هل المشاركه المزاين خاص ولا مفتوح لهالقطر ولا للكل؟ المهرجان طويل العمر احنا والله عاملينه حق هالقطر جميعا، وهو يخدم يعني شريحه كبيره، واحنا نبغي نطور المهرجانات ونطور نوصل صوتنا، نرفع صوتنا باللي نقدر، ان نكثف من المهرجانات. يعني لو نطالع الدول الشقيقه، يعني عندهم مهرجانات محليه، 4 مهرجانات، 5 مهرجانات، 6 مهرجانات، يعني خاصه بهم، فاحنا نبغي نوصل الصوره هذه. نعم، نقدر نقول عندنا بعد في الدوحه في المقابل عندنا يمكن 4 مهرجانات، مهرجان الرسمي بالدوله. نعم. والمهرجان الولاء، مهرجان السويدي اللي صار في وقت من الاوقات، مهرجان نقدر نقول 4 من غير المزاينات اللي تقام للمجاهيم وكذا. حدثنا عن كثرة هذه المزاينات، هل تجذب أو يعني تسمح بدخول عدد كبير من المشاركين وامتلاك البل في إبل المزاين؟ أخوي ببرك يتساعد على رفع سعر الحلال والإقبال الكثير، وهذه رياضة الأباء والأجداد، يعني البل هذه عاشوا عليها أباءنا وأجدادنا، وهي يعني نبي نطورها وتكون الأفضل. نعم، انت حدثنا عن هذا المزاين، هل هو خاص كما ذكرت قبل شوي ولا عام؟ لا يا اخوي طويل العمر هو عام لها القطر، مفتوح لها القطر، لها القطر مفتوح لها القطر، الجميع يقدر يشارك فيه. وانا عندي مفاجاه بسيطه اليوم، انا سمعت ان عند اخواني اهل النصرانيه اهل سند، سمعت ان شاء الله ان عندهم مهرجان بعد مهرجاني على طول. ما شاء الله، اذا انت تبشرنا ان شاء الله. باذن الله نبشركم، يعني ان شاء الله انها بتكون 5 مهرجانات 6 مهرجانات في السنه. في السنه ان شاء الله. زين، هل تشوف من وجهه نظرك ان هذه المزاينات رفعت سعر الحلال؟
والله طويل العمر المهرجانات هاي تخدمنا وتخدم الحلال ويبين صيت الحلال ويبين شهرة الحلال الحلال الفايز وترفع الأسعار. زين أبو ناصر، حدثنا عن المزاين الدولة، هل شاركت فيه؟ والله الحمد لله مزاين الدولة من أول سنة شاركنا فيه، والحمد لله حققنا يعني مراكز قوية ونواميس يعني بينا وواضحة على الساحة. حدثنا عن حب راشد بن ناصر للمزاينات والهجن لابن الأصايل العمانية. طويل العمر هذه من يوم ربينا واحنا في البل، يعني ظهرنا نحبها كذا من الله، يعني مش تصنع او يعني انه حلال ارتفع سوقه او شريناه او تجاره او شيء، يعني ملك وتلاد وموروث اباه وموروث اجداد. نعم. بعد اقامه المزاينات وبعد المشاركه دخول عدد كبير من ملاك البل في المزاينات، هل تشوفي فرق بالسنوات السابقه والسنوات الحاليه؟ هل يعني ارتفع مستوى التنافس بين الملاك؟ والله طويل العمر ارتفع يعني بصورة واضحة، يعني البل الأول كانت أغيامها يعني بسيطة وكل كان يعرف الأغيام، والحين الحمد لله قمنا نسمع 7 مليون ونسمع 6 مليون ونسمع 5 مليون ونسمع مليون ونسمع مليونين، يعني الأسعار ارتفعت والحمد لله، هذا دعم يعني خدمة للملاك. أبو ناصر، ممكن تشرح لنا إبل المزاين إيش علفها، إيش طريقة استخدامها، إيش هل في سبوح، يا ريت تعطينا يعني علفها، ترتيبكم لها إبل المزاين، تشرح للمشاهدين. والله طويل العمر يعني العلف هو العلف العادي، لكن يعني بتاخذ لها اشياء خلطات يعني مثل اهل الريس، يعني خلطات معينه، فيتامينات، سبوح، الحاف، ترتيب، مشي، يعني بتكون اشياء موزونه غريبه على قولتهم الى طعام اهل الريس، لكن بزياده شوي. لكن اهل الريس كل امورهم سريه، هل مزين هل هم ينطبق عليهم نفس الشيء؟ والله يا اخوي الحين غدا حتى المزاين اموره سريه، يعني فيها خلطات سريه إيه زين الشعره زين. نعم الحين في خلطات سريه، فيها بار، في فيتامينات، فيها ادويه زين الشعره، في عقاقير. اي نعم، زين الشعره، زين لون الشعره، اللمعه. اي نعم. وهل هذه موجوده تستورد ولا موجوده في البلاد؟ والله يا اخوي موجوده في البلاد، لكن هي بكميات يعني مو بكلها، لكن احنا نجيبها من دول الخليج. يعني نقدر نقول فيها خلطات سرية للمزاين تزين شعرتها وتزين. اي نعم موجودة. وهل فيه بعد هلها عناية بالسبوح وبالمظلات مثل الهجن؟ نعم اخوي، هذا اكيد السبوح والحاف والمشي، ويعني نفس الترتيب يكون ترتيب الركض، بس كيف انها على شبعة وعلى سمن وعلى زين. لكن ابو ناصر اشوف انها يعني مي متعبة مثل رياضة الخيل، رياضة الهجن يعني رياضة مريحة نقدر نقول ملاكها من ناحية الجهد. هذه يا اخوي من صورة اللي ما شارك في المزايا. نعم. ما حس بالتعب، ما حس بالضغط، يمكن ينظر لها بالنظرة هذه، لكن هي متعبة مثل الركض اللي هي، ويمكن حفوزها يمكن حفوزها يا ابو بريك. نعم. انها اقوى من حفوز الركض، الركض قدامك وهذه من من ورا شبك. لكن كثر الكلام ابو ناصر في جميع المزايات على لجنة التحكيم، دائما يعني الكلام يكثر، ما في انصاف، ما في كذا، حدثنا عن هذا النقطة نقدر نقول الشائكة، حتى بغض النظر لو رحنا الرياضات الاخرى كره القدم دائما الحكم يقول لك ما يرضي اثنين، لكن وجهه ابو ناصر في التحكيم ولجنه التحكيم في المزاينات. طويل العمر هاي التحكيم ما دام الرجل حلف على كتاب الله ويحكم على نظرته انت خلاص ما تقدر تحكم عليه، هو حلف على دين الله، والمركز الاول حق شخص واحد، والمشاركين يمكن 300 شخص، مو كلهم بيقدرون ياخذون المركز الاول، المركز الاول حق شخص واحد ومرضي الناس غاية لا تدرك، أرضى الناس غاية لا تدرك. نعم. زين أبو ناصر، من خلال موقع الأبرقة تدعو كل ملاك الهجن في قطر الأصايل المفاريد والحقائق المشاركة في مزايا. والله يا مرحبا، نرحب بهم على مكانهم الثاني روضة الشميم، والمزاين للجميع، ويا مرحبا بالجميع، ونتمنى مشاركتهم كلها. يا ريت تعيد لنا الأشواط الموجودة اللي في المزايا. شوط مفرد تحدي، وشوط مفتوح مفرد، وشوط قعدان مفرد، وشوط تحدي حقائق، وشوط تحدي وشوط حقائق مفتوح، وشوط قعدان مفتوح. كم شوط ابو ناصر؟ 6 شواط. 6 شواط. ومفتوحه، هل فيها تسجيل او كذا مثل؟ لا طويل العمر بدون تسجيل، من جاي يشارك بتكون على فترتين، فتره صباحيه والفتره المسائيه. الفتره الصباحيه بتكون خاصه بالحقائق، يمكن تكون اعداد احنا متوقعين تكون اعدادها اكبر، خليناها على الفتره الصباحيه حق الوقت والناس، والمفاريد بتكون على الفترة المسائية. يعني الحقائق الفترة الصباحية والمفاريد الفترة المسائية. اي نعم، الحقائق يوم 29/9 ان شاء الله. 29/9. نعم. ابو ناصر، من خلال موقع الأبرقة، هل من كلمة أخيرة لمشاهدينك في موقع الأبرقة؟ هل من دعوة لمحبين المزاينات؟ هل والله نشكركم جميعا يا موقع الأبرقة،
ونشكرك انت يا ابو بريك شكر خاص، واشكر اخوي الدكتور عبد الله بن مطر اللي استضافنا اليوم، ونتمنى ان الجميع يشارك، ونتمنى ان المزايانات تكثر، وان يكون الدعم واضح. والحمد لله الحكومه ما قصرت في دعم المهرجانات المزاين والامور هذه، الحمد لله كل شيء مطلوب. مشاهدينا الاعزاء، كان هذا اللقاء مع السيد راشد بن ناصر بن دغام النعيمي، منظم مزاين بن دغام للسنه الثانيه على التوالي. نتمنى ان نكون قد وفقنا في نقل احداث هذا اللقاء، وحتى لقاء اخر دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.